أزمة انقطاع التيار الكهربائي على مدن ومناطق ليبيا ما تزال تؤرق الكثيرين وتثقل كاهل المواطنين. فبالأمس انقطع التيار الكهربائي عن مدن ليبية كثيرة منها طرابلس، بنغازي، زوارة والجفرة، إضافة إلى المنطقة الجنوبية وأجزاء من غريان والزاوية وسبراتة ودرنة. كما شهدت مدينة درنة انقطاعات في التيار الكهربائي قبل أن يعود من جديد. دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء بدورها أكدت حدوث فصل في دائرتي الهضبة الجنوب 1 و2 نتج عنه خروج وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس والرويس، وخروج وحدتين غازيتين وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية أيضا. بفضل مهندسي وفني الشركة العامة للكهرباء تم ترجيع بعض وحدات التوليد، فقد تم ترجيع وحدتي توليد في محطة الجنوب والوحدة السادسة في محطة الزاوية، والعمل جاري الآن على إعادة كل وحدات التوليد اللي خرجت إلى سابق عملها. طبعا السبب ربما يكون خلل فني، ولكن الآن المهندسين والفنيين في الشركة العامة للكهرباء يقومون بسحب القراءات وتحليلها ومعرفة سبب خروج هذه الوحدات أو خروج دائرتي الهضبة الجنوب 1 و2 اللي. وقالت الدائرة إن ما حدث أدى إلى فقد التغذية للمنطقة الجنوبية وجزء كبير من أحمال طرابلس، وللمنطقة الشرقية حيث سبب خروج وحدات التوليد عن العمل داخل محطة شمال بنغازي بانقطاع التيار الكهربائي عن بنغازي ودرنة وبعض المدن الشرقية قبل أن تعود الأحمال تدريجيا إلى طبيعتها. مشاكل كثيرة في قطاع الكهرباء وجهود جبارة يقوم بها العاملون به من أجل توفير الكهرباء مع غياب الدعم الكامل من الجهات المسؤولة.